صورة ما قيل أنه أمير لولاية دمشق في داعش. أولا للتوضيح يا شباب، هذا ليس أميرا لولاية دمشق، وإنما القائد العسكري الذي على يسار الشاشة أبو لحية طبعا، واسمه منذر أبو عمر، هذا أصله من ركن الدين، وهو لم يقتل وإنما معتقل حاليا بالقضاء الموحد بالغوطة الشرقية. قال أنه هذا الأمير هو ضابط عند النظام السوري، بدليل هذه الصورة التي بجنبه بجانبه. طبعا تواجدهم في التنظيم طبعا في منطقة مثلث ما بين حي تشرين والقابون وبرزي، عملوا مشاكل كثير، اتهموهم انهم والله حب حبجية وشيء من هذا القبيل، عددهم تقريبا 67 واحد. طبعا هو دمشقي ينحدر من ركن الدين، ثم اخرجوا صور لرجل لا يشبهه الا بشعر طويل طبعا الذي نشاهده الان، وقالوا انه ضابط في النظام السوري. ثم هب اصحاب نظريه داعش والاسد على اتصال وتنسيق ليبرهنوا ان الثاني هو الاول، وانشغلت القنوات بهذا الخبر، واخيرا وجدنا ما يثبت ان داعش هي عميله للاسد كما قالوا. نشاهد من هو امير ولايه دمشق بلسانه، وهو حق يعني هو ليس الأمير بالتأكيد، لكن نشاهد هذا المقطع الذي كان قبل فترة ولنعرف حقيقته. السلام عليكم. هذا صقر المطار الملقب أبو الجراح ونايف الملقب النمر. تنقل قنوات العربية اليوم أنه ملقوطين تحت إيد الإرهاب. هذول عم يحلموا او شايفينه بالمنام او بهيك موضوع. هاي الحمد لله نحن بألف خير. هاي انا موجودين. وان شاء الله عديدة وان شاء الله وان شاء الله علم سوريا نهار الجمعة سيرتفع بنص صراحة. سنحسم المعركة في مطار ابو ظبي. بإذن الله وبإذن الله. تحية لكل الجيش العربي السوري. واحنا جماعة صغور الظاهر. تحية لكل شريف بسوريا. فصاحب الصورة التي الآن هو معتقل لدى القضاء الموحد لا علاقة له بهذا الضابط. يعني هناك يعني حرب إعلامية لا شك، لكن الإعلام عندما يأتي مثلا بتضليل ثم ينكشف كذبه ستكون ردة فعل عكسية، يعني المستفيد منها هو كما قالوا داعش وليس أنتم، وسيشكك بأي مصداقية أي خبر مستقبلي من هذا النوع. المشكلة أي شيء ينتشر على تويتر أو فيسبوك كالنار في الهاشم، مثل حدث جز رأس الشيخ أبو صالح في مخيم يرموك. أتوا بصورة لرجل ذبحه التنظيم فعلا لكنه ليس هو، وقالوا هذا هو شيخ الله وكذا، لكن الأخير حي وموجود. هذه